مرحبا بحضراتكم مره تانية. خلينا نروح بقى لفقره الصحافه، ومن جريده الشروق نروح لزميلتنا مريم سميح مراسله قناه الاهلي. مريم صباح الخير، وخلينا كده نعرف منك اخر الاخبار الرياضيه في الصحف العربيه والمحليه، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا من مقر جريدة الشروق هيكون معانا جولة لأبرز عناوين الصحافة. معانا المنشطات الأول اللي هنبدأ بيها من بوابة الشروق، الأهلي بيسعى لاستعادة الانتصارات أمام الجونة، ومن شبكة اي اس بي ان جماهير برشلونة تطالب رئيس الكتالوني بتقديم استقالته بعد قرار ميسي بالرحيل، ومن موقع كورة إصابة حارس سموحة بكورونا، وأخيرا استقالة مختار من الانتاج الحربي، وكمان المدرب الفرنسي ديدي كوميز من الاسماعيلي. طبعا بيسعدنا ويشرفنا ان احنا يكون معانا ضيفنا العزيز محمود باهي الناقد الرياضي بالشروق علشان نناقش معاه المنشطات دي وابرز المنشطات وطبعا رؤيته فيها. صباح الخير يا محمود. صباح الخير يا استاذ مريم، صباح الخير. هو دلوقتي بالنسبه طبعا للقاء النادي الاهلي مع الجونه النهارده، لقاء فيه تحديات كثيره جدا. النادي الاهلي بيسعى لصعود الانتصارات من جديد ويقرب خطوه اكتر من بطوله الدوري، وفي نفس الوقت دفعه معنويه للفريق ان هي خلاص لقاء الوداد البيضاوي خلاص على مشارف اسابيع قليله جدا، فلقاء يبقى مهم جدا. هيشهد عوده احمد الشيخ اللي كان مصاب عن مباراه الزمالك للاصابه، لكن في نفس الوقت كالعاده الاهلي كل مباراه هنلاقي فيه غيابات، سواء بقى انت عارف الظروف الصعبه الاضطراريه من اصابات وتوقف الدوري وضغط المباريات، ده بيبقى كل مباراه بتلاقي اصابات وايقافات عن الفريق، وده طبعا من احد الصعوبات او احد التحديات اللي بيواجهها الجهاز الفني للنادي الاهلي. تمام. من شبكه اي اس بي ان العالميه، طبعا احنا بقالنا كذا يوم كان يعني الحدث الابرز هو ان ميسي اعلن رغبته في الرحيل، وده على اثره يعني نزل ناس كتيره جدا من مشجعي برشلونه علشان يعترضوا على الرحيل ده، وكمان طلبوا رئيس النادي بالاستقاله. عايزين نعرف رايك في الموضوع. هي الموضوع تحول لقضيه بقاء، مين اللي هيبقى في برشلونه، هل هو ميسي ام رئيس النادي جوزيه ماريا بارتوميو؟ امبارح كان تسلسل احداث بشكل كبير جدا، المؤشرات كلها بتقول ان ميسي خلاص قبل قراره اداره النادي بشكل رسمي انه عايز يفسخ عقده، ده شرط في عقده ان هو من حقه يفسخ عقده في اي وقت بعد نهايه كل موسم. في نفس الوقت اداره برشلونه ردت ان العقد ده او البند ده في العقد بينتهي ب 30 يونيو من كل عام، لكن في نفس الوقت المحامين بتوع ميسي قالوا لا، ان البند ده مستمر طالما ان الموسم الجاري كان لسه مستمر. في نفس الوقت جماهير برشلونه طبعا بالنسبه لها ان هي تفرط في ميسي دي حاجه هتبقى صدمه كبيره جدا، مش هتقل عن صدمه الخساره من بايرن ميونخ 8-2. طبعا هو النجم الاول للفريق، هداف الفريق في السنين الاخيره، فكونك انك تستغنى عن ميسي وتبني فريق جديد برضه في يعني محاولات كتيره جدا او في صدام شديد جدا دلوقتي بقى معلن، وفي نفس الوقت ان هو مين هيفرض كلمته على الثاني، هل ميسي ام رئيس نادي برشلونه؟ المعركه دي برضه ممكن تاثر على المدير الفني الجديد رونالد كومان، لان رحيل رئيس برشلونه معناه ان دلوقتي لاعب انتصر على رئيس نادي، وده في نفس الوقت يعني بينفي كل الاخبار اللي بيقول ان اللقاء الاول بين كومان وميسي كان لقاء باين فيه المدرب الهولندي صرامه شديده جدا، فمين اللي هيبقى؟ هل رئيس نادي برشلونه ولا ميسي ولا رونالد كومان هيتاثر بالاحداث دي ويفسخ عقده اللي هو لسه موقعه من ايام قليله، وبالتالي هتستمر ازمه برشلونه، هتبقى ازمه طاحنه جدا، الاحداث متسلسله بشكل سريع والازمه كبيره جدا، واعتقد ان بنسبه كبيره ان ميسي هيبقى في برشلونه. طبعا من موقع كورة خبر مؤسف، يعني يمكن انه اصابة حارس سموحة بكورونا او حد في صفوف الدوري الممتاز عامة، ده بالنسبة لنا خبر يعني ما كناش نحب ان احنا نسمعه. عايزين نعرف منك هل ده هيكون في ارباك لحسابات الفريق، طبعا خاصة ان الهاني سليمان هو الحارس الاول للفريق؟ طبعا نادي سموحه حتى في فتره الاعداد ليه قبل استئناف الدوري كان نتائجه في المباريات الوديه مش قويه، وفي نفس الوقت انت دلوقتي بتخسر لين سليمان، ده الحارس الاساسي للفريق. عارفين طبعا مباريات الدور الثاني من بطوله الدوري بتكون اصعب، بتكون مرحله تجميع نقاط، في طبعا الفوارق كلها بين الانديه مش كبيره، فان فريق يخسر نقطه او نقطتين هيلاقي نفسه ممكن يا بينط خمس مراكز فوق او بينزلهم لتحت، فطبعا هتبقى دي ضربه كبيره جدا نادي سموحه، لكن كابتن حماده صدقي عليه طبعا مهمه مع كابتن احمد ناجي ان هم يجهزوا الحارس عمر صلاح، وبرده جاي من نادي الزمالك وكان حارس المنتخب الاولمبي وبرده حارس كفء وكل حاجه، لكن اعتقد ممكن مشكله تاثر على نادي سموحه نسبيا، لان برده مركز حراسه المرمى مركز حساس شويه. اخيرا تحليلك طبعا لاستقاله مختار من الانتاج الحربي، وقبله على طول بساعات الفرنسي ديدي جوميز من الاسماعيلي.
دي يعني سلسلة جديدة، يعني سلسلة مش جديدة على الدوري المصري. احنا دلوقتي في 18 فريق الدوري المصري، 3 أندية فقط اللي احتفظت بمدربيها، و15 نادي غيروا مدربين، وفي اللي غير مدربين وثلاثة. فدي ظاهرة يعني مش جديدة على الدوري المصري. مع كل تراجع النتائج في جولتين أو ثلاثة بيبان الضغوط. امبارح نادي الإنتاج الحربي خسر بنتيجة كبيرة ضد بيراميدز، كابتن مختار طلع فعل وقال إن اللعيبة مش ملتزمة بالتعليمات وكل حاجة، وفي برضه محاولات من رئيس نادي الإنتاج الحربي أشرف عامر إن يحاول يحتوي الأزمة دي، ونحاول كابتن مختار يبقى، لأن رحيل أي مدرب في الفترة دي من الموسم هيكون صعب جدا على الفريق، وخصوصا نادي الإنتاج الحربي عشان يدور على مدرب جديد في ظل ضغط مباريات الدوري واللعب كل 3 أو 4 أيام، هتبقى في صعوبة كبيرة. أما بالنسبة لنادي الإسماعيلي فأعتقد إن أدم السلحدار ومحمد مسلم أبو جريشة سبق ليهم إن هم تعولوا المسؤولية قبل كده بعد رحيل المدرب الصربي يسيش في بداية الموسم، فالأزمة بالنسبة للإسماعيلي مش هتبقى كبيرة، على أساس إن أدم السلحدار ومحمد مسلم أبو جريشة على علم شوية بأجواء الفريق وعلى علم ودراية نصر الفريق وإيه اللي محتاجه الفريق، بل بالعكس إن الفريق حقق تحت قيادتهم نتائج كويسة جدا سواء في بطولة الدوري أو البطولة العربية. أشكرك جدا. شكرا ليكم. ده طبعا من مقر جريدة الشروق، كان حوارنا مع محمد باهي الناقد الرياضي بالشروق، اللي طبعا وفانا طبعا يعني بتحاليل المانشيتات، ابرز المانشيتات اللي كانت معانا النهارده في فقرة الصحف. بشكركم جدا وعودة الى الاستوديو مرة اخرى. نشكرك يا مريم، ونشكر ضيفك طبعا، ونشكرك على المعلومات الوفية اللي انت يعني قلتيها لنا دلوقتي. شكرا ليكي، وهنتابع طبعا على مدار اليوم برضو تغطيتنا مستمرة مع حضراتكم.